نروح كمان لدولة رئيس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع كبار المفكرين النهاردة في هذا الاجتماع، والرد على التساؤلات. وكان رئيس الوزراء أيضا بيوضح واحد من أهم التحديات التي تواجه مصر في هذه الفترة. مش بالمناسبة بنتكلم يمكن من 2014 اللي اتكلم عنه رئيس الوزراء النهاردة، شائعات بتتكلم على مصر وتستهدف مصر منذ عام 2014، مش ولادة اليوم ولكن تتصاعد. نتابع. المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا، وانا عشان كده يمكن كنت حريص ان انا حضراتكم تبقوا معانا، كم الاشاعات والاخبار المغلوطة اللي بتطلع على مدار اليوم، وبتبقى على طول حضراتكم عارفين كويس قوي هدفها تشكيك المواطن في الدولة ومقدرات الدولة واداء الدولة، مرعب النهاردة. وبالتالي شيء مهم جدا 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 للدولة المصرية في ظل التحديات الخارجية الرهيبة اللي احنا بنواجهها، هو ان المواطن نفسه والحفاظ على التماسك الداخلي للدولة المصرية. ودي اعتقد سيادة الرئيس دايما بيتكلم على هذا الموضوع، ان احنا ما نقلقش من الخارج. احنا الحمد لله الدولة المصرية قادرة بأزرعها سواء قوات مسلحة وكل الأجهزة انها تواجه اي تحديات خارجية. هو الاهم هو الاستقرار الداخلي، والاستقرار الداخلي مش هيجي غير من ان المواطن يبقى واعي بحجم المخاطر اللي بتهدد الدولة المصرية والأجندات والأفكار والرؤى اللي ممكن بتبقى بعض القوى الخارجية حطاها لإعادة ترتيب المنطقة، وأنا بتكلم بمنتهى الوضوح. وإحنا كدولة مصرية إزاي نحافظ على أمننا القومي واستقرار الدولة المصرية مقابل بعض هذه الأفكار. فالحقيقة دي كلها تحديات أعتقد من المهم جدا إن إحنا يبقى المواطن بيتلقى المعلومة الصحيحة، وعلى الأقل يبقى بيتناقش قدامه كل التحديات اللي بتحصل وتأثيراتها ايه على الدولة المصرية، عشان يبقى عارف هذا الكلام. لكن اخطر حاجة انه يكون بيستقيها من بعض، انا اسف اقول، المواقع اللي ممكن يكون ليها توجهات معينة عارفين كويس قوي انها ضد استقرار هذه الدولة. ومن هنا بيبقى دور حضراتكم معانا انكم تساعدونا في هذا الكلام، وان الكلام ده يتعرض. مش معناها انا ده اللي انا باكد عليه، مش تبني وجهة نظر الدولة، بالعكس تماما. احنا كلنا اعتقد هدفنا حاجة واحدة، مصلحة هذه الدولة واستقرارها وبقائها ونموها وتقدمها. أنا مش بتكلم على إن حضراتكم نقول إحنا مع الحكومة ولا مش مع الحكومة، بالعكس الحكومة نفسها بتبقى حريصة إنها تستمع ونشوف، وعارفين كويس قوي إن هناك رأي ورأي آخر، وبالعكس تماما. طالما هو كله بيبتغي الصالح العام نحترم هذا الكلام ونشوف إيه اللي ممكن نستفيد منه في ظل هذه الفترة الغير مسبوقة.